الناس يدعونا بالخير هذا مال على كل حال احنا نحكوا على سي شيك فانشونجي ولا اش هذا الموضوع اللي دايروا من قبل وشنو معليش يجيو نحكوا عليه مادام ما يسخن دوكا وشويه القمله وكذا سما دوكا القمله تبدا لا سيزون تاعها هكذا شوف القمله دوكا راهي بقوه هكذا تخفل شويه تقدر تقتل لك حتى زواوش هكذا وتنقل الامراض هكذا باش تفهموا القمله تنقل الامراض كي شغل كي تهي كي تموت الزاوج وتزيد تروح الزاوج وحد اخر تقدر تنقلو بزاف لي مرضي هكذا بزاف بزاف الامراض تاع العدوى راهي شغل تروح بالقمله ناس ما على بالهاش كي شغل تتمشى بالقمله هكذا بزاف لي مرضي سيرتو دوك في الصيف تسمع بواحد هكذا راح له كلش تسمع يقول لك جاتني كذا وهذا يقول لك كبده حنا في الجزائر معروفين كبده 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 شغل اللي تعذر معاك شغل كبده وهي بزاف بزاف امراض اللي يقتلوا الزواج وبزاف اللي فيهم العدوى وبزاف اللي كما نقولوا لا طاحوا على المربي هكو هكذا لا سيرتو لا كان ما عندوش لي موايا ما عندوش خبره منيحه هذا يروح له كلش هكذا بون هادو ما عندي فراخ هادو باش نقول لكم هادو سي لا دوزيام فوا اللي نبدل العش ماهيش الاولى ماشي خطره الاولى خاطر دوكا كي شغل سخانه شويه نبدل انا على كل حال من قبل كيما نقولوا نهار 10 نبدل ومنين داك كي تكون عندي لا شارج وكذا والوقت ضيق ما نبدلش نهار 10 نبدل نهار 12 13 نبدل خطره وكي يكون عندي الوقت وما كاش بزاف كيما نقولوا زوج والدي نبدل حتى ثلاثه خطرات اربعه ما عنديش مشكل طيب هكذا طابي ها واش ندير انا الارضاب هذه كومبودر هكذا وكاينه واحد اخرى ثاني شابه كاينه تاع فورس مان مام فورسان شو البودره شوفوا خوتي لي بودر باش نفهمكم البودره اللي تقتل الزواوش هي اللي شابه باش تفهموا مليح برودوي تاع القمله اللي يقدر يقتل الفرخ هذاك هو لي ايفيكاس باش تفهم وعلاش قتل الفرخ ماشي خاطر هو عيان خاطرش اللي كي شريتو ما عرفتش تستعملو هكذا كاين دي برودوي مثلا هذا البودره تاع الارضاب هذه ما ديروهاش الفراخ كيخرجوا ما ديروهاش ما لا نزيد نقول لكم بلي لو كان ديروها غير نهار ولا يومين قبل ما يخرجوا يموتوا ينشفوا ديرها هذه تكلمت عليها انا من قبل قلت لكم بلي ديروها للبيض كي يكون نهار تشوفوا الى ملقح معناتها نهار السادس السابع تقبض العش هكذا تفرغ البيض هذاك دير في العش هكذا هي وما تخليهاش متراكمه خاش تقدر حتى الانثى تموت كاين بزاف اناث من قبل العباد اللي كيشغل داروا بودره كثروا خاطش والفو بالبودرة هذيك رخيصة اللي ما دير والو هذيك شغل هذيك ما تقتل لا قملة لا زاوش لا والو هكذا كيما نقولوا الحاجة اللي في كاس قلت لكم بلي تقطع الزاوش كي تكون لا دوز ما تعرفوش كيفاش ديرو هادي نديرو نهار لي كيما نقولوا البيض كيما نقولوا نشوفو لا ملقح ومن بعد ما نزيدوش نديرو انا طريقتي ما نزيدش ندير فيراك يخرجوا دي فوز عم نشوف قملة واش ندير نبدل العش زعما دي فوا تصرى دي فوا عندي بزاف ما صراتليش مي كانت صرالي هكذا يخرجوا فيرخ نلقى قمله تمشي في راسو هكذا واش ندير انا ماشي راه ندير البودره نحكم عش جديد نخدمو انا هكذا ما نديرلوش داك النهار البودره ندير قطره هذه تاع بيافار نديرها دي فوا كشغل من تحت هكذا تحت الخيشه ولا ما نديرش طابي ديال مثل الوالده ولا كيولدوا هكذا ولا ندير الفشفاشه هكذا خاطر هادي كي نديروها في العيش ما تقتلش الفراخ كي ديروا في بالكم تاع البودره تقتل هادي كي دير في الطابي هكذا تفشفش ما يكونوا خرجوا صغار ولا وشنو دير نورمال ماشي دير زوج دقائق وانت تفشفش كي شغل نورمال ما يموتوا لا الفراخ لا والو وشنو البودره تقتل انا واش ندير كيما دوكا راح نبدل العيش مثلا نحكم ندير شويه بودره هكذا ما كثر ما والو شنو ندير غير شويه كي ندير شويه هكذا ما نخليهاش هكذا انا ننفض شويه سيلفون ننسف كي نشوف روحي درت بزاف ولا ننسف النقاص خير من ليمون زاوج على كل حال هاو كيفاش نديرو ومن بعد انا ما نخليهاش هكذا ندير شويه هكذا لافيلاص ندير لافيلاص على جال كيما نقولو باش تكون البودره بعيده على الفراخ و اون ميم طابي بليطار كي تجي تغسلو يجيك ساهل كي شغل حاشاكم تقبض هاد البلاصة ترفدات لوحة ديراكت طابيك شغل كي تلوحو في الما يجي ساهل غسيل تاعو بزاف هكذا حاجة وحدة أخرى
كيما دوك الفراخ راني داير لهم تما ما نعاودلهمش اليوم. هذه تاع الطويل هذا شفتو هاد لامار كان نخدم بها تما يبات بزاف يباتوا لي لي فيرميكتين لي فيرميكتين هضره بزاف انا نخدم بها دي بوك ما نخدمش بوك دوك الفراخ هادو انا نهار العاشر ولا سيرتو في مرحله السخان هادو ماشي حتى نشوف القمله ماشي حتى نلقى العشاء خاطر القمله ديروا في بالكم بلي لا هاجت ما لازم تحبس كلش لا قوات فور ما تروح ماشي رايحه تروح لا خليتوها كيما نقولوا غزات فور فور كيما نقولوا ولات كيما نقولوا لا شومبر كاع الحيط كاع ما تقدرش ما تروحش دير واش دير لازم تغسل كلش وتحبس كاع الكوبلاج باش تعاود حبه واحده زوج يعاودوا بالخف ينتشر هكذا سما نتايا بور ايفيتي هادي دوكا وتاني باش ما يموتوش الفراخ شغل باش او موان ما يموتو لك الزواج قبل كاين وزواج شحي هكذا الفراخ نهار 10 12 حتى 12 يوم ديروا لهم قطره في هادي في العش نورمال ما دوك هادو اللي داير ما تعرفون هذا الفرق هاكو تشوفوا الجهه اللي كتفوا لي من جناح لي من هذا صيبوا هرك جاي هكذا ما كان لا الرسول ولا والو ندير فكتة ديالها صيبوا فان هكذا رقزة جاي هكذا جاي منا رايح له الكتف تجبد هذا الجناح غير هكذا تشوف تشوف الارقام دير له تما قطره هذا ما ديرو في العش تاعو كي تبدل العش دير هذه الطريقه وان شاء الله ما تكونش كاع كاينه القمله شو المام لي برودوي حاجه شابه كاين تاع طابرنيل كاين مرضب انا نخدم بزاف بالارض استعمال قلت لكم زوج كبير شواش تشوش له من بعيد هذه لي فيرميكتين دير كيما نقولوا على 15 يوم تعاود انا نديرها كيما نقولوا دوكا لي فولير مثلا هكذا راهم في السقاط ولا نعاود لهم شهرين ثلاثه صافي بون ثلاث شهور باش نعاود ندير خطره نزيد على 15 يوم واليومين اللي ندير فيهم ما نعطيهمش يدوشوا اليومين اللي نديروا الكبار ما نعطيهمش يدوشوا والصغار كي نديروا لهم ما نزيدوش نعاودوا لهم حتى يكبروا كيما نقولوا كي نديروا لهم نهار 12 يوم تما ما تزيدش دير لهم حتى نهار تنسحهم من عند الاباء تاعهم هكذا باش يكبروا بطريقه شابه وكي تبدل العش تاعك مثلا كاين بون كاين فراخ هذوك اللي يجوا قبح شغل ينقزوا وكذا ردوا بالكم شغل باش ما كيما نقولوا ما يراش الزوج سيرتو الزوج الباقي باش ما تحصلش له في كاجيا وكذا كي تنحي الفرق لازم تعرف كيفاش تقول ماذا بك نحيها مع الليل هكذا من الاحسن مع الليل على باش ما يقعدش يتخبط وكذا باش ما يديش ستريس وما يهبلكش هكذا هذا ما كان هذه الطريقه تاع كيفاش نبدلوا العش وباش نفيتيو القمله ان شاء الله وهذا البرودوي اللي راني نوصي خاطر بزاف من بعد يعودوا يديروا الزوجهم يموتوا هذا خوتي ديروه نهار اللي تشوفوا البيض باللي ملقح ديروا شويه في العش هكذا ومن بعد ولو ما ديروش الفراق نهار يفقسوا هكذا ديروا لهم حتى كي يكبروا هكذا 10 ايام ولا 12 يوم باش تبدلوا العش ديروا شويه من تحت هذا ما كان ربي يوفقكم ان شاء الله وهذا هو انا تاع اليوم وان شاء الله البروشين فوا ثاني نديروا لايف شباب تاع سقاط وكذا بما نجيبوا لي برودوي ان شاء الله نمروا لكم هكذا والسلام عليكم والفيديو راه مسجل ان شاء الله ما الناس اللي ما شافوش دوكا ولا تما يلقاوه في باج ان شاء الله.